كان هناك الكثير من الحديث عن وضعية عمال المنازل. كان هناك الحديث كثيرا من الحديث عن تسول الأطفال، عن استغلال الأطفال في التسول. كان هناك الكثير من الحديث يدور حول تطور الاستغلال الجنسي. وكانت ردة الفعل غير متناسبة مع تلك المدركات التي كنا نشعر بها. لكن منذ ذلك التاريخ إلى حد اليوم، الاهتمام بظاهرة الاتجار بالأشخاص شهدت بعض الفترات الهامة، ولكن شهدت أيضا محطات كبرى. المحطة الأولى هي مرحلة الإعداد لمشروع القانون التي انطلقت في 2009 بتجميع الوزارات والهياكل الحكومية المعنية والشروع في إعداد مسودة هذا المشروع. كانت تلك الفرصة مناسبة لرفع من مستوى الوعي لدى الأوساط السياسية ولدى العاملين في الميدان حول أهمية تداول هذه الظاهرة بكل جدية. ثم التحول الهام الثاني كان بلا أدنى شك هو هذا المشروع الذي انطلق تنفيذه في تفكير فيه منذ مدة، ولكن تنفيذه منذ أوت 2012. هناك مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، المشروع هذا تقريبا في مراحله الأخيرة. تعرفوا تزاحم الأولويات في هذه الفترة وتعطل المسار التشريعي بصورة عامة، لأن هناك عديد المشاريع الهامة. نعتقد أن المشروع يمكن يكون جاهز في الأيام القريبة القادمة، وإن كتب له أن يمر قبل الانتخابات القادمة. فيحبذ المسائل في جانب يتعلق بزجر مختلف أشكال الاتجار بالأشخاص، وهناك أيضا جانب وقائي يتعلق خاصة بإحداث هيكل قار ودائم من مهامه الأساسية هو مكافحة الاتجار بالأشخاص، جمع المعلومات، نشر الوعي، واقتراح وتصور واقتراح الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة. حاليا لا وجود لإحصائيات دقيقة مثل ما وضحته حسب التقريب، لا وجود، ما فيهاش تقريب، فما يا اما موجوده الاحصائيات او غير موجوده. لا يمكن ان نعطيه ارقام على مجرد الاستشعار، يعني يلزم يكون فما. والاحصائيات الجهات الرسميه في ظل غياب معناتها مفهوم قانوني للاتجار بالبشر لا يمكن انها تقدم احصائيات دقيقه.